بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المواسين في زيارة الأربعين. كان سماحة آية الله العظمى البروجردي رضوان الله عليه ذو علاقة شديدة بمجالس العزاء على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، خاصة مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام. لذلك فإنه بعد أن أكمل دراسته في النجف الأشرف وعاد إلى بروجرد ثم إلى مدينة قم، كان حتى آخر عمره الشريف يقيم مجالس العزاء في بيته خلال جميع أيام استشهاد الأئمة المعصومين عليهم السلام في العشرة الأولى من شهر محرم وكذلك في غيرها، ذلك إلى جانب المساعدات التي كان يقدمها لإقامة مجالس العزاء ولشدة تعلقه بهذه المجالس، أوصى بصرف ثلث تركته على إقامة مجالس سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم صلوات الله. ورغم كثرة مشاغله كان يحضر تلك المجالس قدر الإمكان، وكان يهتم بترتيب وتنظيم المجالس التي يقيمها، ويركز على المنبر طوال قراءة السيرة الحسينية. هو سريع التأثر والبكاء، يحترم الوعاظ وقارئي العزاء، يشجعهم بالكلام والعمل، بل كان يحترم كل من له علاقة بمجالس العزاء ويقدر المواكب التي كانت تأتي إلى بيته. يقول: يجب احترام المنتسبين للإمام الحسين عليه السلام إكبارا وإجلالا للإمام الحسين عليه السلام. ثم بعد ذلك نقل قصة جرت معه فقال: كنت في مدينة بروجرد وقد ابتليت بوجع شديد في عيني ولم ينفع العلاج حتى يأس الأطباء من معالجتي. وخلال العشرة الأولى من شهر محرم كانت المواكب الحسينية تأتي إلى بيتنا للتعزية، وكانوا في يوم عاشوراء يلطخون أنفسهم بالطين، مما يزيد من حالة البكاء والتأثر، فكنت أنظر إلى المواكب وأبكي، وكانت عيني تؤلمني. وبينما أنا كذلك، إذ ألهمت أن أخذ من ذلك الطين الذي لطخوا به رؤوسهم ووجوههم فأضع منه على عيني، فأخذت شيئا من الطين من كتف أحدهم دون أن يراني أحد ودهنت منه على عيني، فأحسست فورا أن الوجع قد بدأ يتضاءل، واستمر الأمر هكذا حتى برئت عيني وبدأت أشعر بانجلاء نظري حتى صرت أقرأ الخطوط الدقيقة ولم أعد محتاجا للنظارات، ولم يضعف نظره حتى بلغ 89 من العمر. وقد تعجب الأطباء الحاذقين من ذلك، وكانوا يؤكدون أن من غير الممكن أبدا أن يستخدم أحد عينيه إلى هذه الدرجة من القراءة والكتابة ولا يحتاج إلى نظارات رغم بلوغه 89، وهذا كله ببركة اللاطمين والباكين على سيد الشهداء في العشرة الأولى من شهر محرم وكذلك في زيارة الأربعين. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.